خلال هالتكريم هذا اللي هو صار تظاهرة سنوية، هي رسالة لاهتمام الحكومة بكل العمال بشكل عام. عمال قطاع السياحي كان لهم دور، وخاصة العمال المتفوقين اليوم هي أساس، لأنه نحن عم نشغل خطوات كتير، ليس فقط بتطوير الفنادق معتمدين على العمال، ومنعرف أثر العمال هو نصف القطاع السياحي هو كوادر بشرية، لذلك هو لتشجيع كافة الكوادر البشرية العامل بالقطاع السياحي بالدرجة الأولى، وأيضا لوضع أسس من أجل الارتقاء بالعمل بالقطاع السياحي إن كان بالمنظومة التشريعية اللي عم يتم الإعداد لها لخصوصية العاملين بالقطاع السياحي بالتعاون مع اتحاد العمال. نشكر بدورنا وزارة السياحة وإدارة فندق دمروز على هاللفتة الكريمة وعلى هالتكريم هذا اللي بنعتبره فعلا وسام على صدر كل عمالنا بقطاع السياحي، ونتأمل كمان بالمرحلة القادمة إن شاء الله يكون في تكريم أكثر لأخوتنا العمال. أنت بس تعرف عن اسمي كامل. أنا اسمي حاتم الجغصي، رئيس اتحاد عمال دمشق.